سلامة، أنت تفرشين أسنانك مرتين في اليوم، صح؟ هي تمام، لكن لا تنسين بعد المضمضة بغسول الفرد. المضمضة يا سلامة ما تكون من الوقت للثاني أو لإزالة رائحة الفم، إنما هي جزء من العناية اليومية إلى جانب فرشات الأسنان والخيط. استعمال الغسول يزيد من مكافحة تراكم البلاك أو الجير على الأسنان واللثة بنسبة 52% ومكافحة التهاب اللثة بنسبة 21%. وعندك عدة أنواع من الغسول، منها الغسول التجميلي اللي يخبئ رائحة الفم لثلاث ساعات كحد أقصى. وانصحك يا سلامة تسألين دكتور أسنانك أي غسول مناسب لك، إذا كان اللي يحتوي على فلورايد أو مضاد البكتيريا اللي يحتوي على كلورهكسيدين تاخذينه بوصفة طبية. المهم لازم تكون المضمضة لمدة 30 ثانية على الأقل، وتمتنعين عن الأكل والشرب عقبها لمدة 30 دقيقة عشان المواد الفعالة تسوي شغلها. وأذكر أن المضمضة ليست بديل عن تفريش الأسنان إنما مكملة. وعساكم دوم بصحة وسعادة.